فيديو لمده 20 ثانيه بس، فيديو اهم فيديو بالنسبه لي في البطوله. ليه بقى؟ لان انت لو حبيت تتكلم بشويه عمق كده، فتحيه لكل البشر اللي لسه عندهم قضيه، تحيه لكل البشر اللي لسه عايشين على قضيه وعارفين قضيتهم وعارفين عدوهم الحقيقي فين، تحيه لكل البشر اللي بتحاول في كل لحظه تفكر الناس اللي بتنسى قضيتها والناس اللي بتنسى القضيه الاعظم اللي احنا عايشين عليها في الوطن العربي، القضيه للاسف الشديد بدات ناس كتير جدا تنساها، القضيه اللي ناس كتير جدا بدات تكبر لها والموضوع بدا ما يفرقش عند ناس كتير. هتقول لي لا 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 انت بتدخل الكوره في السياسه، اللي انت بتعمله ده لا 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 السياسه ملهاش دعوه بالكوره. عزيزي، هم الموضوع المثليين ده اللي هم قرفنا بيه في الدوري الانجليزي واللي عايزين يعاقبوا ابو تريكه عليه ده مش سياسه؟ فلما احنا نفكر الناس بقضيتنا ونفكر الناس ان احنا كلنا وطن واحد عايش على قضيه واحده وهي القضيه الفلسطينيه، وبيحاول ان هو يتمنى ان القضيه دي تتحل في يوم من الايام، وان التعاطف بتاعنا كله رايح للقضيه دي، ده الهدف الاسمى لينا، وده الحاجه الافضل اللي انت ممكن تشوفها في مباراه كره قدم، علشان الناس تنسى موضوع ان احنا في خلافات ما بيننا، والخلافات اللي ما بيننا دي هي مجرد وسيله صغيره علشان خاطر ينسوك القضيه اللي انت مفترض تكون عايش عليها، وعارف كويس قوي فين عدوك، وعارف كويس قوي فين الناس الظالمين، وعارف كويس قوي فين الناس اللي انت لازم تكون واقف ضدهم طول حياتك. القضيه دي لازم تفتكرها. 20 ثانيه لعيبه منتخب الجزائري نزلوا بيحتفلوا باعلام المنتخب الفلسطيني، حاجه محترمه جدا، حاجه اديهم التحيه والريسبكت عليها، لان احنا حاليا في عالم عربي للاسف مليء بشويه خوافين ومليء بشويه ناس بتخاف على اكل عيشها وبتخاف على الدولارات وبتخاف على حاجات كتير، بتخاف طبعا من الاعتقالات. فتحيه لكل البشر اللي لسه عندهم مبدا ولسه عايشين عليه، تحيه للاعيبه منتخب الجزائر على 20 ثانيه الرائعه دول، 20 ثانيه اللي بتخليك تحترم اللعيبه دي زياده عن الاحترام اللي انت بتحترمهم في عالم كره القدم. احترامك ليهم في عالم كره القدم على رجولتهم وحماسهم واصرارهم ان هم ما ينفعوش يطلعوا خسرانين من الملعب، واصرارهم واحترامهم ان هم يفكروا الناس بقضيتهم الحقيقيه، وان احنا ما عندناش مشاكل مع الاخوه المغربيين بقدر ما احنا عندنا مشاكل مع القضيه اللي بدأنا نشوف الإخوة المغربيين بدأوا يتنازلوا عنها. دي الرسالة اللي لعيبة المنتخب الجزائري راحوا وصلوها في نهاية المباراة. أتمنى إن الناس تكون فهمت الرسالة صح وترجع للقضية، وما نرجعش نقعد نشتم في بعض علشان الموضوع مش مستاهل. واقعد فكر فيها كده، تحسبها هتلاقي إن كل حاجة دلوقتي بتخليك تنسى هدفك الرئيسي، وبتخليك تنسى الحاجة اللي المفترض تكون لسه فاكرها لحد دلوقتي، هو ده عدوك موجود فين. عدوك مش موجود جنبك، عدوك موجود في حتة هو محتلها. لو عجبك الفيديو بعد كل ده والفيديو ما خدش 10 اعلانات اعمل لايك، لو ما عجبكش فبراحتك اعتبرهم دقيقتين مروا من حياتك كده صدفة.